السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد. أحبتنا الكرام، كما تعودنا معكم في الحلقات السابقة أن نذكر داء من الأدواء، ثم نطوف من حوله ومن جوانبه فنصف الدواء من الصيدلية النبوية. واليوم أتكلم عن داء خطير عظيم، داء من أصيب به فلا يخشى عليه الموت، بل يخشى عليه من النار بعد الموت. داء من كان فيه ففيه خصلة من خصال المنافقين. داء من تحلى به فهو في زمرة الفجار الآثمين. داء حذر منه الله سبحانه وتعالى، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ونفر منه أصحاب الطبائع والفطر السليمة. إنه داء الكذب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي لا تكذبون، لا تكذبوا في أقوالكم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يؤمنون بآيات الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمامان البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، فقال: إياكم، أي ابتعدوا واتركوا الكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي، أي يوصل إلى طريق الفجور. اسم جامع لكل شر، الفجور اسم جامع لكل شر، وهو الميل عن الحق والانطلاق إلى المعاصي. فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب، صفة مبالغة، أي إن الكذب لا يكون له صفة ملازمة، يكون كذابا في كل حديثه فيحكم له بالكذب، فيكتب عند الله كذابا، أي يحكم بالكذب. وروى أسباط ابن أسباط عن أبي بكر رضي الله عنهم قال: قام أبو بكر خطيبا فينا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: في رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا أول في مقام هذا، ثم بكى وقال، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإنه مع الفجور، وإنهما في النار. والكذب صفة من صفات المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه، أي ثلاث خصال، منها إذا حدث، وفي رواية وإن صام وزعم أنه مسلم، من كانت فيه صفة من هذه الصفات أو اجتمعت الصفات الثلاثة فيه فهو منافق. قال: إذا حدث كذب، فالكذب مرديك وإن لم تخف، والصدق منجيك على كل حال. وقال الشاعر: ما أقبح الكذب المذموم قائله، وأحسن الصدق عند الله والناس، إن الكذب بابا من أبواب النفاق. الكذب ريبة، والصدق طمأنينة. قال الشاعر: الصدق أولى ما دام بامرئ فاجعله دينا، والكذب ودع النفاق، فما رأيت منافقا إلا أهينا. والكذب مجانب للإيمان، وهو افتراء على الله سبحانه وتعالى، لأن الكذاب يقول كان وهو لم، ولا شيء يكون إلا بإرادة الله سبحانه، وشيء وله مكون،
الله سبحانه هو الذي يكون الأشياء. فإذا قال الكذاب كان كاذبا على الله سبحانه وتعالى. ومن ظهر كذب افتضح وانتهك ستره وهان وذل، فلذلك وقع الحذر من الكذب. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيكم المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قالوا: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قالوا: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. قال: لا يكون المؤمن كذابا. وقال سعد: يطبع المؤمن على كل شيء إلا الكذب والخيانة. وقال الشعبي: يطوى المؤمن على كل شيء، على كل خصلة، إلا الكذب والخيانة. قال أبو حاتم ابن حبان: إن الله جل وعلا فضل اللسان على سائر الجوارح، لسانك هذا فضله الله سبحانه وتعالى ورعاه وأبان فضيلته بأن أنطقه بتوحيده. الله سبحانه وتعالى فضل اللسان وجعل اللسان ناطقا بتوحيد الله عز وجل من بين سائر الجوارح، فلا ينعود لسانه على الكذب بعدما أنطقه الله سبحانه وتعالى بتوحيده، بل يجب عليه المداومة برعايته على لزوم الصدق. وما عليه لسان يتعود عليه، إن كان صدقا فصدقا وإن كان كذبا فكذبا. عود لسانك قبل الحق تحظى به، إن لسانك معتاد موكل يتقاضى ما سننت له، فاخبر ترتاد. أن نترك الكذب لأنه عيب وشين قبل ومعاب. بعض الناس يجدهم يعني يتساهلون في الكذب، إذا باع الإنسان أو اشترى، ذهب إلى السوق أو كان تاجرا، يأتي للمشتري فيقول له: هذه السلعة ب10 جنيهات، يكذب عليه هي ب5، أو يقول: أعطيت فيها 7 وهي ب5، وهو لم يعط 7. فالكذب هذا يمحق البركة. أردت من الزيادة في البيع، أردت أن يزيد هذا المشتري وأن تأخذ مالا زائدا، هذه الزيادة تمحق بماذا؟ بسبب الكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدق وبينا، يعني صدق البائع فبين ما في السلعة من عيب، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لماذا هذا الوعيد؟ لهذا البائع الذي كذب وحلف بالله كاذبا. إنه حلف بالله على هذه السلعة أنها بكذا وهي ليست بكذا، فقال: ورجل حلف يمين كاذبة على سلعة، حلف بالكذب لينفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: أقف على سنده، إن الكذب يمحق البركة ويذهب بالرزق. فقال أبو حاتم: ولو لم يكن من الكذب من الشين إلا إنزال صاحبه لا يصدق، يعني إن لم يكن كذب عقوبة إلا أنه ينزل صاحبه إلى منزلة دنيئة، بحيث أن هذا الباب إذا تحدث صدق لا يصدقه أحد. قال: بحيث إن صدق لا يصدق، ولوجب على الخلق كافة لزوم التثبت بالصدق الدائم. وإن من آفة الكذب أن صاحبه نسيا، يقول: إن من آفة الكذب
أن صاحبه نسيا، يعني الإنسان يكذب الكذبة وينسى، ثم يحدثك بعد ذلك فيناقض نفسه، ينقض الذي قاله قبل ذلك، فأنت تكتشف أنه كذاب. قال: وإن من آفة الكذب أن صاحبه نسيا، فإذا كان كذلك كان كالمنادي على نفسه بالخزي في كل لحظة وطرفة. لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو قلة الأدب. قال مالك رضي الله عنه: قيل للقمان: ألست عبد بني فلان؟ لقمان كان عبد لم يكن حرا، فقيل له: ألست عبد بني فلان؟ قال: نعم. قالوا له: بما ست؟ أي كيف هذا الفضل الذي أنت فيه والعقل الذي أنت فيه؟ فقال: بلغت ما بلغت بصدق الحديث وأداء الأمانة والصدق في الوعد، إذا وعد لم يخلف. بلغت بصدق الحديث والوفاء بالوعد وترك ما لا يعنيني، أي لا يتدخل فيما لا يعنيني. ونصح ولده قائلا: يا بني احذر من الكذب، فإنه أشهى من أكل لحم العصفور، ولا تصبر عليه، وبعد قليل تقلى به، أي تقلى بنار الكذب، فإنه أشهى من لحم العصفور. الإنسان يشتهي الكذب، وقيل لكذاب: لما تكذب؟ لماذا يا فلان أنت عمال تكذب؟ على طول بتكذب، كلما جلست معنا في مجلس نلاحظ عليك أنك تكذب، تكثر من الكذب. فقال: لو تغرغرت به، أي لو دخل لهاتك، ما صبرت عليه أبدا، أي أنك لو جربت الكذب لوجدت له حلاوة وما صبرت على الكذب. قالوا له: لماذا تكذب؟ قال: لو تغرغرت به ما صبرت عليه. وقيل لكذاب: ما حملك على الكذب؟ قال: لو جربت الكذب ما نسيت حلاوته، ما نسيت حلاوته. وقيل لكذاب: أصدقت مرة؟ قال: أخشى أن أقول لا فأصدق، يعني أنا لم أصدق ولا مرة طول حياتي في الكذب. بعض الناس أيضا يتهاونون في الكذب فيتحدث مع أولاده كاذبا، يقول لولده: تعال أنا أعطيك، أو تعال خذ كذا. فهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله ابن عامر: قال: نادتني أمي وكان رضي الله عليه وسلم، وقاله: تعال يا الله، تعال أعطيك. فقال الله صلى الله عليه وسلم: لا تعطيه. فقال: أعطي تم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تعطيه حسبت، إن لم تعطيه حسبت، تعال أنا أديك جنيه، تعال وأنا أهديك هذه اللعبة. هو أن يأتيك، لا تريد منه، لا تريد تعطيه شيئا، وإنما المراد أنه يأتيك فحسب. فتقول له: تعال أعطيك. في هذه الحالة إن لم تعطيه ما قلت له فأنت كاذب. يقول بود رضي الله عنه: لا يصلح الكذب لا يصلح الكذب في جد ولا هذل، ولا أن تعد صبيك شيئا فلا تنجزه له، إن وعدته بشيء لابد أن تصدق وتنجز له، وإلا صرت ذابا. بعض الناس يتهاونون يعلمون أولادهم الكذب. يأتي طارق يطرق الباب، يطرق عليه باب، ثم تقول لولدك: قل له أبي ليس هنا، أو أبي مسافر. فيخرج الولد، فإن كان ولدا سليم الفطرة فيقول له، يقول لك أبي أنه ليس هنا، فيكتشف الطارق أنك بأنه لا تكذب، يا كذاب، ألم تقل لي قل إن أبي ليس كثير مش ما تشعر ولدك الكذب. كان يعرف المؤمن، نحن نعرف بإيه، ما هي صفات المؤمن؟ تقي. تقول عائشة: مؤمن صدقي حديث وليني، تعرفه بالوقار صدق الحديث، وكان
ما كان من أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. من الكذب أيضا أنك كلما سمعت كلاما من أناس تذهب إلى أناس وتحدث بهذا الكلام، كلما سمعت قولا تنقله تتحدث بهذا الكلام، هذا من الكذب أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بحسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وقال مالك رضي الله عنه: لا يسلم الرجل إذا حدث بكل ما سمع، ويكون إذا حدث بكل ما سمع. فبعض الناس يا عباد الله يستسهل الكذب، يستسهل الكذب في حديثه، يجد شهوة الكذب هذه على لسانه لا يستطيع أن يقاومها، فيكذب في حديثه، ويكذب في بيعه، ويكذب في شرائه، ويكذب في وعده. فهذا الأمر عظيم وخطره كبير. انظر أو اسمع إلى خطورة الكذب. إن صاحبه يعد القبر يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح: مررت ليلة أسري بي برجل. شوف المنظر، تخيل المنظر، أنت بتذكر في مر به النبي صلى الله عليه وسلم: مررت برجل جالس، رجل قائم عليه به كلوب حديد، كلبش كلوب من حديد، فيدخله في فمه قفاه، ويدخله في منخره في أنفه، يشقه إلى قفاه، فيعود إلى الجهة الأخرى فيدخله في شدقه فقه قفاه، ويدخله في أنفه إلى قفاه، ثم يعود الأخرى فترجع سليمة كما كانت فيعود بها في الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت ذا. من هذا الرجل الذي يعذب؟ هذا الذي يعذبا شديدا، يشق وتشق أنفه. فقالوا له: إنه رجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. هذا الرجل الكذاب لا يكذب كذبا، يكذب المرء إلا من عادة السوء أو قلة الأدب. فينبغي علينا يا عباد الله أن نترك الكذب، وإن كان حتى فينا الكذب قليل ينبغي علينا أن نتركه بالكلية. قال علي رضي الله عنه: من كانت له عند الناس ثلاثة وجبت له ثلاثة. من كانت فيه ثلاث خصال وجبت له من الناس ثلاثة. قال: إذا حدثهم صدقهم، وإذا وعدهم وفى لهم، وإذا ائتمنوه لم يخنهم. قال: وجبت ثلاثة: أن تحبه قلوبهم، وأن تنطق بالثناء عليه ألسنتهم، وأن تظهر معاونتهم، يعاونوه في كل أمر. هذا من؟ هذا هو الكذب. الكذب عيب وشين وقبيح ومعاب، والله سبحانه وتعالى حذر منه وحذر منه الرسول. ما العلاج من الكذب؟ العلاج من الكذب أنك أولا أن تعرف خطورة الكذب، كما ذكرنا من أحاديث الوعيد أن الكذاب هذا فيه خصلة من خصال المنافقين، وأن الكذاب هذا يكون فاجرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الكذب هذا يمحق البركة ويقصر الرزق أو يقلل الرزق، وإن الكذب يعذب صاحبه في القبر. هذا أولا، أن تعلم عقوبة الكذب. ثانيا، أن تتخيل عظم الثواب لمن ترك الكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في رياض الجنة لمن ترك الكذب ولو كان محقا. من ترك الكذب
ولو كان محقا فالنبي صلى الله عليه وسلم يضمن له بيتا في الجنة في رياض الجنة. ثالثا أن يتأسى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أخلاقه الصدق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بالصدق، وكان يلقب بالصادق الأمين. وقبل أن يكون نبيا، قبل أن يكون نبيا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين. انظر، لم قريش أن تهدم الكعبة وتبنيها من جديد، لما تناثرت وهلكت الحيطان قالوا نهدم الكعبة ونبنيها، فأخذوا في بنائها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل معهم، يحمل اللبن على كتفه، يحمل الطوب على كتفه صلى الله عليه وسلم، فغاب عنهم لقضاء أمر، فجاءوا أو بلغوا إلى وضع الحجر الأسيم، وصل البناء إلى أنهم يحملوا الحجر الأسود ويضعوه في مكانه، فاختلف قريش وقبائل، فاختلفوا في وضع الحجر الأسود في مكانه، فهموا أن يقتتلوا، هموا أن يقتتلوا، حملوا السلاح، حملوا السيوف، يعلمون أن العرب عندهم عصبيات ويثورون قشياء، ولقيتتوا قبل الإسلام تقاتلوا 40 سنة بسبب ناقة وفرس، حتى تلكموا في أول رجل يدخلين، قل علينا الأول ندخل هو من؟ كان عليه وسلم. فماذا يقولون؟ قالوا قد جاء صديق الأمين، يعرفونه، وقاله لنذر عشيرة ربي، صعد جبل الصعد، ثم نادى في الناس: يا هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني كذا، يا بني كذا، فمن حوله عليه وسلم، فقال: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن تصبكم من ذلك، وأني أخبرتكم أن جيش يأتي لغزوكم وأنه قد عرف عليكم، يعني فهل تصدقونني؟ له: ما جر عليك كذبا قط، أنت طول عمرك صادق يا محمد، لم تكذب أبدا يا محمد، فكيف نكذبك؟ فقال لهم: إني رسول الله إليكم. فهنا استكبروا وعاندوا. ولما سأل هرقل سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أسئلة وال كما في صحيح البخاري، فمن ضمن ما سأله قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ اتهمتم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب؟ هذا الرجل الذي يدعى له نبيا، هل اتهمتموه بالكذب؟ فيقول أبو سفيان: والله ما جربنا عليه كذبا. أن كافرا الذي يحمل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عدو له ولقومه، إنه استأنف واستحيا وتورع عن الكذب، استحيا أن يكذب. فيقول أبو سفيان: والله لولا أني خشيت أن تأثر علي العرب كذبا لكذبت عليه. لكن كيف تقول العرب أن أبا سفيان كذب مرة في حياته؟ كيف تقول ذلك؟ انظر الآن، الكذب فشى في الصالحين. يقول إحدى رواة الحديث: والله لو كان الكذب حلالا لتركته تجملا. ويقول إبراهيم الحربي عن عبد الله، عن هارون بن عبد الله الحمال: كان صدوقا، ولو كان الكذب حلالا لتركه زها. وسئل ابن معين كما في رواية ابن وضاح عن الشافعي: أيكذب الشافعي؟ فقال ابن معين: لو كان الكذب حلالا لا حملته مروءته على الصدق وترك الكذب، أي لا يكذب أبدا، وحتى إن كان الكذب حلالا، لأن الكذب عيب وشين وقبيح ومعاب، تفر منه النفوس السليمة والطبائع النقية، تفر من الكذب وتشمئذ منه. فيقول جعفر لأنجشة:
لما دعاه ليسمع منه خبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: عرفني بنبيك. قال له: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو منا، نعرف صدقه. بدأ بالصدق، نعرف صدقه وعدله ونسبه، فإلى آخر حديثه. بعض الناس يكذبون في المزاح ويظنون أن الأمر سهل وبسيط وميسور، يقول نكات، يهزر، يكذب في النكاح. يقول معاوية رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي يحدث الناس فيكذب ليضحكوا أو ليضحكهم ويل له فويل له، أي ويل للذي يكذب في مزاحه كي يستخف الناس بالكلام ويضحكوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك منها القوم، يهزر، يقول نكتة. وما أكثر النكت في أيامنا هذه التي تستهزئ بأقوام وتضع من شأن أقوام، لا يتكلم بالكلمة ليضحك من القوم، يلقى بها في النار 70 خريفا، وفي رواية كما بين السماء والأرض، يلقى في النار 70 سنة، أو يلقى في النار كما بين السماء والأرض بسبب كلمة واحدة قالها كذبا في مزاحه في نكاته. فليحذر الإنسان أن يقول الكذب هازلا. يقول ابن مسعود: لا ينبغي للمؤمن أن يكذب جادا ولا هازلا. وكان الصحابة يكرهون الكذب في الجد وفي المزاح. يقول أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك تمازحنا. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيمزح النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تمازحنا، أي تقول قولا لينا خفيفا تطيب منه النفوس ونجد منه استراحة في نفوسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي أمازحكم، ولكنني لا أقول إلا حقا. أمزح معكم فلا أقول إلا حقا ولا أقول إلا صدقا. من صور مزاحه صلى الله عليه وسلم: تأتيه امرأة عجوز، امرأة تمشي على العصا، تخط قدماها بالأرض، يعني تحمل قدم وتضع قدم بمشقة، فتأتيه تطلب منه طلبا غاليا عزيزا. هذه المرأة امرأة همتها عالية، تطلب منه ماذا؟ تطلب منه أن تكون معه في الجنة. امرأة والله همتها عالية، ليست كالرجل الذي جاء، الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تمنى يا أعرابي. فقال: يا رسول الله، أتمنى شاة وأعنزا؟ وقيل لرجل: تمنى. فقال: أتمنى أن يجعل الله هذا الجبل قمحا لبني فلان فأنقله لهم بالأجرة فآخذ أجري منهم. أمنيته ضعيفة، همته في الأرض في التراب، لم يتمنى أن يكون الجبل لنفسه من القمح لبني فلان. فهذه قالت لأنه أنت معه فينا. فقالت له: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون معك في الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا: لا يدخل الجنة عجوز، لا يدخل الجنة عجوز. فإذا بالمرأة التي كانت مستبشرة فرحة مسرورة تجلس ولا تستطيع أن تقوم، تجهش بالبكاء، فينظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قولوا لها أنها ستدخلها شابة. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز، أي على هذه الهيئة من الكبر
والضعف والوهن، وإن يدخلها وهو شباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لها أنها ستدخلها شابة، فإذا ابيض شعرك وانحنى ظهرك فلا تدخل الجنة بهذه الصفة، بل ينشئك الله إن شاء فتدخل الجنة شباب. أيضا جاءت أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله احملني، يعني اعطيني ما أركب عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أم أيمن، إني حاملك على ولد الناقة. فقالت: يا رسول الله، إنه لا يطيقني ولا أريده، ماذا أفعل بولد الناقة؟ يعني أقصد الصغير. قامت القعود، سمت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنني حاملك على القعود الصغير. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بولد الناقة الجمل الكبير. فقالت: يا رسول الله، إنه يطيقني ولا أريده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن، وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني الجمل الكبير ده ولد الناقة، أنا قصدت ذلك. وجاءه رجل يقول له: يا رسول الله احمل، اعطيني جن، اعطيني فرسا، اعطيني بغلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد الناقة. فقسول الله، وماذا أفعل بولد الناقة؟ إنه لا يحمل زادي ولا متاعي ولا سلاحي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ أيضا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، والمرأة الصالحة هي التي لا تخرج سر زوجها ولا تشكو من زوجها، هي التي تحفظ ما كان بينها وبين زوجها في بيتها، لا يتخطى عتبة البيت. لكن هذه المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فقالت له: يا رسول الله، إن زوجي فعل وفعل وفعل وفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يهدئها، فعلى صوتها وأحمر وجهها، أسرعت في الكلام، يصمتها النبي صلى الله عليه وسلم فما تصمت، يسكتها فما تسكت. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف من حدتها وشدتها وأن يمازحها بقول، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أزوجك الذي أنت جئت منه شاكية؟ أزوجك الذي في عينيه بياض؟ المرأة فهمت أن البياض هو العمى، العرب كانوا يفهمون ذلك. المرأة التي كانت مشتدة ومحتدة وقفت الحديث، وقفت مسرعة إلى بيت زوجها وضرت في عينيه. فقال لها الزوج: ما لك يا امرأة؟ لماذا تنظرين إلي هكذا؟ فقالت له: هل أنت تراني؟ قال لها: نعم. قالت له: كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك عميت، إن في عينيك بياض؟ فقال لها: يا امرأة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يمازحك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد السواد البياض الذي حول السواد. فينبغي على الإنسان أن يتحرز في كلامه، فلا يتكلم إلا وليعد كلمة تخرج منه، فهي معدودة محسوبة مكتوبة، إما يبتدرها ملك اليمين وإما يبتدرها ملك الشمال، إما تكتب في صحيفة الحسنات وإما تكتب في صحيفة السيئات. فلا تتكلم فلم بالكلمة إلا إذا كان فيها منفعة لك أو لغيرك. كعب بن مالك رضي الله عنه ما تخلف عن غزوة تبوك، جاء منافقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، يقولون أن الوقت انتهى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونلتقي بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.